هلا الجات وحدة بتقول هلا الجات يضر الجنين. الجات مش بس يضر الجنين، الجات يضر الجنين والأم والمجتمع والبيئة والمستمع والمتفرج وال كل الناس بيتضرروا من الجات. فبليز لا حد يسألني عن الجات، مش حابة أدخل في لأنهم كثير ليهم مخزنين بيدخلوا بعدين يقولوا لي عادي زوجتي حملت وهي مخزنة ولا صار شيء. عارفة هل ممكن الحمل الطبيعي؟ بس شوفوا والله إن كان في دراسة، كان في مجموعة دكاترة بدأوا يعملوا دراسة حول ليش الحمل العنقودي منتشر كثير في اليمن. هو منتشر في مش بس في اليمن، في مناطق من آسيا بشكل عام يعني، بس إنه كان عندنا كثير يعني، بدأنا نلاحظ إنه كان كثير حمل عنقودي، صار كأنه زي أي حاجة كذا نشوفها بشكل يومي، رغم إن هنا في السعودية ما في، وأنا قلت لي هنا كثير يعني 6 سنوات تقريبا ما شفت إلا تقريبا حالتين، واحدة منهم يمنية. فتخيلوا إنه كيف كان منتشر في اليمن بشكل كبير الحمل العنقودي. فبعض الدكاترة كانوا بدأوا يعملوا دراسات ما بين القات وما بين الحمل العنقودي، وكان في بدأت الدراسة وتوقع أنها توقفت بسبب الحروب، ما قدروا يخلصوها أو إنهم خلصوها الله أعلم، مش عارفة إيش صار عليها. بس إنهم بدأوا كانوا يحذروا إن القات ممكن خليكي تحملي حمل عنقودي. هل الدراسة هذه انتهت؟ هل النظرية هذه تأكدت؟ ما تأكدت؟ الله أعلم إيش صار عليها. فخلوا بالكم، هل ممكن الحمل الطبيعي بأنبوب واحد بعد الحمل؟ أنبوب واحد كفيل بأنك تحملي، أيوة. شوفوا مبيض واحد وأنبوب واحد يخليك تحملي طبيعي وتعيشي حياتك طبيعي. ويا ما حالات صار عندهم حمل خارج الرحم وشلنا لهم أنبوب ومشت حياتهم طبيعي بأنبوب واحد. أنا حاطة لاب كوت زينة خلفي جنسي كان يبطل لأنه برد، فبرداني يعني.